تسمع عن هرم مسلو؟ مش ده اللي في سقارة؟ لا لا، ده اللي بيصنف دوافع الإنسان. أنا عاوزك بقى تبص على أعلى الهرم بتاعك. أعلى الهرم؟ يعني إيه؟ يعني مثلا نفسك في إيه دلوقتي في أعماقك؟ من أعماقي نفسي في حاجة بس مكسوف أقول لحضرتك عليها. وبعدين إحنا مش قلنا مفيش كسوف؟ نفسي أخد المية جنيه اللي اديتها لك وأروح لحد تاني. شوف لك حاجة غيرها. طيب نفسي أكل أكلة حلوة. ده أسفل الهرم. ده أسفل الهرم مش أعلى الهرم؟ لا مش أعلى الهرم، ده أسفل الهرم. طب ممكن أعلق بنت حلوة؟ ده في شارع الهرم. واضح إنك عايش أسفل الهرم. بص على أعلى الهرم بتاعك. أعلى الهرم بتاعك يا معتز هو أكتر حاجة أنت بتحبها. انت هتنزل من عندي دلوقتي وتقضي الاسبوع الجاي كله مع اكتر حاجة انت بتحبها. حاضر. واشوفك تاني مثلا على يوم الثلاث الجاي. الثلاث اللي جاي؟ امال انا قاعد برغي في ايه بقى اربع ساعات؟ انا اسف، انا خلاص خليها الثلاث اللي بعديه. انا عايز ال100 جنيه بتاعتي لو سمحت. قصدي الاربعة.